إنسانة عادية مغربية أمت 75 60 كيلو عندي جوج وليدات ياسين وياسير تنبغي بلادي مثلت بلادي المغرب تنسكن في الرباط من موالد مدينة الرباط يعني بحالي بحال أيها الناس البداية ديالي يعني في الرياضة عامة بديت في الجيمباز كنت مازال صغيرة الأم ديالي هي اللي دتني الجيمباز من بعد التحقت بألعاب القوى لما كنت في الليسي صديقة ديالي هم اللي تكلموا لي على مدرسة اللي كانوا فيها عدة رياضات عدة اختصاصات في المركب الرياضي مولي عبد الله التحقت تختاريت من ضمن الشباب اللي كان ديك الساعات مشى باش على أنه باش يكون تنقيب في نفس السنة يعني في 86 التحقت بالمنتخب الوطني للشبان شاركت مع المغرب في البطولة العربية للشبان في القاهرة وحصلت على 3 ديال الميدالية الذهبية يعني في نفس السنة ديال التحاقي بألعاب القوى 87 كذلك يعني مشيت للمنتخب الوطني للكبار وهنا بدا المشوار ديالي ديال ألعاب القوى ولو أنه ما كنتش نلعب ألعاب القوى يعني بشكل يعني كبير حتى من بعد يعني السنوات هي اللي عرفتني بألعاب القوى أول مرة شاركت أنا في بطولة العالم كانت سنة 91 في طوكيو وصلت للنصف النهائي 93 كذلك في شتوتغارت 95 في غوتبورغ 96 كنت 92 تأهلت للألعاب الأولمبية في برشلونة حتى اللي تصف الخامس في النصف النهائي يعني كنت تقريبا تيتأهلوا 8 الاولين يعني كلاسيت 9 في كلاسمون جينيرال ولو انه كنت في البدايه ديالي بالنسبه لكذلك 96 كنت تأهلت للالعاب الاولمبيه ديال اتلانتا لكن مع الاسف درت واحد العمليه جراحيه على الكاحل ديالي هي اللي ما خلاتني على انني ما نشاركش في الالعاب الاولمبيه سنه 97 مشيت لبطوله العالم وحصلت على اول لقب عالمي 98 حصلت على المرتبة الأولى ضمن المنتخب الإفريقي في جوهانسبورغ كأس العالم 99 حصلت على المرتبة الثانية في بطولة العالم ولو أنه يعني الفوتو فينيش أنا حصلت في الأول لكن مع الأسف من بعد الحكام شافوا على أنني حصلت المرتبة الثانية 2000 مشيت للألعاب الأولمبية بسيدني حصلت على ميدالية برونزية 2001 حصلت على ثاني لقب عالمي في إدمونتون 2001 2002 زاد عندي ياسين يعني هادو هما الألقاب اللي حصلت عليهم وكذلك كاين ألقاب اللي في الألعاب المتوسطية الإفريقية القارية كذلك ملتقيات دولية اللي منها الجولدن ليغ لأن في ذاك الوقت ما كانش الدايموند ليغ يعني كان الجولدن ليغ ملتقيات اللي حصلت عليها وكذلك أرقام اللي ديال ملتقيات دولية الوصول دابور تيطلب واحد الجديه والعمل لانه باش توصل للعالميه تيخص حنا مع الاسف تنشوفوا في المشوار ديال واحد الرياضي هو لا لين داريفي لما تيوصلوا تياخذ داك العلم الوطني وفرحان وتضحك ولكن تيخص واحد السنوات ديال العمل سنوات ديال العمل حنا تنختاروها ما تيفرضهاش علينا حتى واحد باسكو تنوليو لما التحقت انا بألعاب القوى كان السن ديالي 16 سنة كان اختيار لأنني باش نمشي لهذاك الميدان الرياضي ولا نكمل الدراسة ديالي وفي الحقيقة اختيار صعب باسكو هناك تتوضع المستقبل ديالك قبلتك ومع العلم لأننا ما تنعرفوش حنايا شنو غادي يوقع غدا ومع الأسف ماشي جوج الرياضيين تينجحوا في مشوارهم الرياضي فلهذا كان اختيار صعب لأنني لعبت بمستقبلي والحمد لله على انني توفقت ولكن هذا راجع للعمل والجديه ما يمكنش على انك توصل لهذاك المستوى ديال العالميه عده القاب عالميه واولمبيه غير بالضحك كيف ما تنقولوا حنايا غير بالتفليه مينو سي ان ساكريفيس سي ان ترافاي لي نورمالمون كيف ما قلت لك اللي سنوات ديال العمل وديال الجديه بالنسبه للصعوبات او ما تنبغيش نتكلم باسكو خديت الحياه او خديت مشواري الرياضي كما غاديش نقول لك تحدي خديته باسكو جيتي بروفيسيونيل انايا كانت حياتي العمليه هي ممارسه الالعاب القوى بشكل يومي تقريبا 3 ديال السوايع ديال التدريب في الصباح ومن 4 حتى 5 ديال السوايع في العشيه هذا هو السبب اللي خلاني على انه نوصل ديك النتيجه
عندي الرقم القياسي الافريقي في 400 متر حواجز 52 ثانيه 90 جزء من المئه، فهو رقم خيالي بالنسبه لنا حنا كمغرب، ولكن هو رقم بالنسبه للعالم رقم من الارقام. فلهذا لما تتقتصر حياتي الرياضيه على 52 ثانيه، ولكن هي سنوات ديال العمل. فلهذا انا تنامن بالعمل، تنامن بالتحديات، تنامن على انه ما كاينش عراقيل في المشوار ديال الانسان في جميع المجالات ماشي غير الرياضه. تنامن بهذا الشيء اللي تعلمته في الرياضة. تعلمت في الرياضة على أنني نقدر نوفق وقتي أو نقاد الوقت ديالي. عندي وليداتي الآن، أنا تنخرج من الدار مع 7:25 ديال الصباح، تندي ولدي للمدرسة وهنا تبدا العمل ديالي، ولكن تندخل مع 5:55 ديال الدار باش نتكلف وليداتي وتنتكلف بنفسي وتنتكلف بالرياضة، تنتكلف بالجمعيات، تنتكلف بالجامعات، تنتكلف يعني بالتظاهرات اللي تنظم. فعلا علاش ما تنوضعوش السؤال على الرجل على أنه واش يتوفق ما بين حياته في البيت وكذلك حياته في العمل؟ احنا ربي عطانا واحد القوه واحد الطاقه يعني تنظن على اننا متغيرين، يعني الرجل والمراه عندنا واحد الفرق، واخا تنكملوا بعضنا ولكن كاين فرق على انه عندنا واحد القوه ديال التحمل، واحد القوه ديال على انك تقدر تفرق ما بين العمل ديالك خارج البيت والعمل في البيت. باسكو في البيت تتكلف بالوليدات، تتكلف بالدار، تتكلف بنفسك، تتكلف بالعائله كلها اللي تتحيط بك تتكلف بها، وكذلك تتكلف داك الاشياء اللي حنايا نسائيه اللي هي الاستيتيك لهذا المشارف عدة أشياء. بالنسبة لهذا اليوم، هذا اليوم اللي هو تنتكلموا فيه ب 100% على المرأة، المرأة ماشي غير في المغرب ولكن المرأة في العالم، ولكن حنا ولينا تنعطيو واحد الأهمية اللي هي كثيرة صراحة. أنا تنقول المغرب، المغرب كاينين النساء اللي بنوا المغرب، اللي ساهموا في بناء المغرب مع الرجل، نساء اللي برزوا يعني للتاريخ ما عمرهم غينساهم. لما تنتكلموا على السيدة الحرة، لما تنتكلموا على يعني عدد كبير من النساء ما شاء الله اللي شاركوا في استقلال المغرب، اللي كانوا عليه في البداية وكانوا عندهم مشاكل وكانوا عراقيل أكيد ماشي بحال هادشي اللي تنتكلموا عليه احنا الآن، على أنهم باش يبرزوا باش يساهموا في التنمية ديال المغرب. هما اللي بنوا المغرب صراحة، هما اللي خلوا لنا عطاونا الفرصة على أننا باش نكونوا اليوم هكا تنتكلموا كنساء. فلهذا أنا بالنسبة لي هذا اليوم هذا فهو خصنا ناخذوا عبارة على لقاءات ماشي احتفال وتنصفقوا وتنتكريم، ولكن لقاء تواصلي باش نشوفوا المرأة شنو دارت وشنو غادي دير في المستقبل. باسكو المرأة هي اللي تتبني البلاد، لأن المرأة هي اللي تتربي الرجل والمرأة المستقبلية. فخصكو رجالات المستقبل ديالنا ديال بلادنا اللي غتبني بلادنا سي أنا اللي غنربيهم، وكذلك النساء اللي غادي يكونوا في المستقبل على أنهم باش يربيوا أجيال أنا اللي غادي نربيهم. فلهذا واجبي أنا كامرأة تجاه بلادي على أنني باش نكون مساهمة في التنمية ديال بلادي ديال المغرب ديالنا ديال غدا إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.